اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3، وحشتوني جدا 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 جدا، يخرب عقلكم بجد وحشتوني قوي. النهارده هناخد ليسون مهمه قوي وسهل جدا جدا، وحتى عندكم في كتاب المعاصر سهل قوي. التايتل بتاعه بيتكلم عن حاجه اسمها تيلي تيبل اند بيكتوجراف. تيلي تيبل اند بيكتوجراف، طبعا احنا في الليسون اللي فات اتكلمنا عن التيلي تيبل، النهارده بقى نتكلم عن الايه، البيكتوجراف. يعني ايه البيكتوجراف؟ البيكتوجراف ان هو بيجيب لك، تعال نشوف كده، عندك مثلا زي الشيب اللي قدامك ديت، هنا عندك الابل وجاب لك هنا ايه التري ماركس بتاعتها. اول حاجه لازم نطلع النمبر اوف فروتس بتاعتها، ماشي يا مستر؟ طب احنا لسه الوقت ما عرفناش، اسمع بس، ما هو ده زي الفيديو اللي فات او الحصه اللي فاتت بالظبط كده. يبقى الابل هنا هتبقى كام؟ طبعا احنا قلنا قبل كده ان الباكج زياد بكام؟ ب 5. يعني شوف بقى تبقى بكام؟ 5 بلس 5 ايكوالز 10 بلس 2 هتكون ايكوالز 12. عايزين بقى نحل بسرعه، ما نحلش بقى البطيء بقى وزي ما الحصه اللي فاتت، لا انا عايزك تبقى اشطر. وعشان تبقى شاطر جدا في الماس لازم تحل كتير ولوحدك. اسمع الكلام، لازم تحل كتير ولوحدك. ممكن بابا او ماما يساعدوك في حاجه معينه، حاجه بسيطه، يترجموا لك كلمه، يقول لك حاجه، فهم يعني يفهم لك مساله، بس مش معنى كده انه يحل الواجب الهوم ورك كله معاك، ده طبعا غلط. طب بعد كده عندك المانجو، هيبقى التيلي ماركس بتاعتها بكام؟ هتكون طبعا هنا 5 بلس ال1 هيكون ايكوالز 6. طب الباينابل، الباينابل عندك هنا 5 بلس 3 هيكون ايكوالز 8. وعندك هنا ستروبري هتبقى هنا 5 بلس 5 بلس 4 هتكون ايكوالز 14. اما هنا الووتر ميلون، هتبقى الووتر ميلون هنا هتبقى كام؟ هتبقى 4. تمام كده؟ تمام لحد كده؟ تمام ماشي. طب لما يجيب لك بقى التيبل ديت ايه ده؟ وجايب لك هنا في كي ايوه، بيقول لك ان الايموجن ده، الايموجن الواحد بتو فروتس، عايزك هنا ترسم ايموجنز في كل فروت من دول. بس خلي بالك ايه، قال لك ان الايموجن الواحد ده، الوان ايموجن هتكون ايكوالز تو فروت. تاني كده، يبقى الوان ايموجي هيكون ايكوالز لتو فروتس. طيب تعالى كده نشوف اول حاجه، هنا جايب لي هنا الابل، ماشي. الابل هنرجع للتيبل الثاني ده، الابل هنا بكام؟ ب 12. يبقى هنا هنرسم كام ايموجي؟ هنرسم كام ايموجي؟ هتقول لي مستر 12، لا طبعا غلط. ليه؟ لان انت عندك هنا الوان ايموجي بتو فروتس. طيب وانا هعمل ايه يا مستر؟ فكر كده، فكر. لو انت حافظ التايمز تيبل ممكن تجيبها عن طريق التايمز تيبل، تقول 2 تايمز A بيديني 12. في التايمز تيبل 2 تايمز A يديني 12، هتبقى 6. في الحاله ديت هنرسم هنا، هنعمل هنا دروينج هنا 6 ايموجي، 1 2 3 4 5 6. فعشان كده هنرسم هنا 6 ايموجي. ما فهمتش. تعالى كده نشوف المانجو. المانجو هنا في التيبل ده بيقول لي 6. طب علشان نرسم بقى الايموجي كام؟ هنقول 2 تايمز سامثينج ايكوالز 6. 2 تايمز سامثينج ايكوالز 6. هتكون ايكوالز كام؟ 2 تايمز ايه بيديني 6 في التايمز تيبل، لو انت حافظ تايمز تيبل 2. ها؟ 2 تايمز ايه بيديني 6. 2 تايمز ايه بيديني 6. ها؟ 2 تايمز 3. ففي الحالة ديت هنرسم ايه؟ هنرسم 3 ايموجي. 1 2 3. طب تعالى كده نشوف الباينابل. الباينابل عندك هنا ايه؟ هنا 8. هنا 8، يبقى نرسم هنا كام ايموجي؟ تعالى كده نشوف ال 8. ها؟ يلا فكر كده. هتبقى برضو موجودة في التايمز تيبل 2، يعني 2 تايمز A بيكون ايكوالز 8. 2 تايمز A بيكون ايكوالز 8، ما تقوليش 2 تايمز 8. لا، 2 تايمز something equals 8. 2 by 1 equals 2. 2 by 2 equals 4. 2 by 3 equals 6. 2 by 4 equals 8. اهي دي 2 by 4. يبقى عشان هنا هنرسم هنا نعمل هنا drawing هنا 4 emoji. 4 emoji. طب تعالى كده نشوف الستروبري. الستروبري هنا عندي هنا 14. برضه موجوده في تايمز تيبل 2. 2 تايمز something بيكون equals 14. ها؟ 2 تايمز something بيكون equals 14. 2 تايمز 8. ها؟ يلا 2 تايمز 1 ايكوالز 2، 2 تايمز 2 ايكوالز 4، 2 تايمز 3 ايكوالز 6، 2 تايمز 4 ايكوالز 8، 2 تايمز 5 ايكوالز 10، 2 تايمز 6 ايكوالز 12، 2 تايمز 7 ايكوالز 14. فعشان كده كنا 7 هنرسم هنا 7 ايموجي. طب الووتر ميلون، الووتر ميلون هنا عندك 4. طب 2 تايمز ايكوالز 4، 2 تايمز 2، فهنرسم هنا 2 ايموجي، 1 و2. ها فاهم ولا مش فاهم؟ يا رب تكون فاهم. طب هنا بيقول لي number of free throws made، ده طبعا بيلعبوا مثلا لعبه اللي هي الهاند بول،
ده طبعا دي لعبه الباسكت بول. تمام، دي لعبه الايه؟ الباسكت بول. ايش عرفني؟ لان دي طبعا الكوره ديت بتاعت الباسكت بول. طيب هنا بيقول لك عدد الايه؟ الثروز. الثروز يعني عدد الرميات اللي اتعملت في الباسكت. طيب تمام، تعالى كده نشوف يا مستر. عندك هنا اول ولد او اول لاعب هنا تيم عمل هنا 3 بولز، وكيزي عمل هنا كام؟ 5 بولز، وكيري 3 بولز، واليس اليس هنا عمل كام؟ عمل 1 بول وهاب بول كمان. مع العلم هنا جايب لك الكي، هنا جايب لك قال لك ال1 بول ايكوالز 2 فري ثروز، يعني البول الواحده بكام؟ ب2. طب لو جينا عايزين نعرف النمبرز، تعال كده نشوف تيم. تيم الاول كده هيبقى كام؟ دي 2، البول ديت ب2، والبول دي برده ب2، والبول دي برده ب2، يبقى كده كلهم على بعض بكام؟ 2 بلس 2 بلس 2 هيكون ايكوالز 6، عشان كده نكتب هنا 6. طب تعال كده نشوف هنا كيزي. الكيزي هنا عامل هنا ايه؟ هنا 2 وهنا 2 و2 و2 و2. يبقى كده الاول بولز هيبقى او الاول ثروز هيبقى كام؟ نعدهم كلهم اعمل بلس. ها شوف كده، ها بالظبط هيبقى 10. هيبقى ايه؟ هيبقى 10 بالظبط كده، شاطر، هيبقى 10. طب تمام، عندك هنا بقى كيري. كيري طبعا هنا 2 وهنا برضه 2 وهنا برضه 2. 2 بلس 2 بلس 2 هيكون ايكوالز 6. طب واليس؟ اليس هنا البول دي ب2 وهنا هاف بول يعني نص كوره، هتبقى ايه؟ ب2 برضه؟ لا طبعا تبقى ب1، هنكتب هنا ب1. فاليس ده كله على بعضه هيبقى كام؟ هيبقى 3. طيب تعالى كده نشوف الكوتشنز اللي جايه عليها. هنا بيقول لي هو، يعني بيسال عن هو من العقل، هاد ذا موست فري ثروز. ذا موست، ذا موست، ذا موست يعني الاكثر، اكثر واحد عمل ثروهات او رميات يعني. ذا موست الاكثر هيكون مين؟ هتقول له مستر الاكثر هنا اللي هو 10، مش هكتب 10 لانه ما قاليش هاو ماني، هنا بيقول لي هو مين، بيسال عن مين، شخص بالظبط هيكون كيزي، فعشان كده هنكتب هنا كيزي. طيب نمبر 2، هاو ماني، هاو ماني يعني كم عدد، مور، مور فري ثروز ديد تيم ميك ذان كيري. خدناها في الفيديو اللي فات، كلمة more than، more than، كلمة more than دي معناها minus. كلمة more than دي معناها ايه؟ معناها minus. minus ازاي مستر؟ more than دي يعني اكتر من، بالظبط كده. هتقول لي طب هي minus ازاي؟ اقول لك حدوته حلو. لو انت مثلا انت واخوك، انت مثلا معاك 10 باوند ماشي، واخوك معاه كام؟ معاه 7 باوند، يبقى مين الاكتر؟ مين الاكتر؟ من الجريتست هنا هيكون انت، صح ولا لا؟ بالظبط كده. طب انت اكتر من اخوك بقد ايه؟ يعني انا معايا انت اكتر منه بقد ايه؟ اكتر منه بقد ايه؟ ها هتقول لي ب3. جبتها ازاي؟ عن طريق الماينس. هي ده معنى كلمه مور ذان. يبقى اول ما تشوف كلمه مور ذان معناها ماينس، يبقى عشان كده نحط هنا سبتراكت. هنعمل من ماينس، قال لك هنا تيم وكاري، تيم وكاري. طيب تعالى كده نشوف تيم. تيم هيبقى كام؟ 6. وكيري برضه 6، هتبقى هنا 6 وهنا 6، بقت 6 ماينس 6 ايكوالز 0، مفيش. يبقى 6 ماينس 6 هيكون ايكوالز 0، ايكوالز 0. طيب نمبر 3، هاو ماني يعني كم عدد فري ثروز ديد اليس ميك، ديد اليس ميك، اليس عمل كم ثروز؟ تعالى كده نشوف كم بالظبط، هيكون عند 3، هنكتب هنا 3. which two people، مين هم الشخصين shared the same number of throws، اللي عملوا نفس عدد الرميات. shared the same number، the same يعني نفس number of throws، عدد الرميات. مين بقى اللي هم الاثنين قد بعض؟ لسه قايل لنا من شويه هيبقى تيم وكيري، فعشان كده الانسر هنا يكون ايه؟ تيم وكيري. يا رب تكون فاهم. طب نمبر 5، هو سكورد ذا ليست، ذا ليست، كلمه ذا ليست دي يعني الاقل، الصغير، النونو، النونو، ذا ليست الاصغر amount of free throws، ذا ليست amount of free throws، اصغر واحد او اقل واحد عمل عدد رميات هيكون مين؟ بقول لك هنا قال لك هو من، بيسأل عن العاقل هيكون مين؟ 3.
مين بقى 3؟ هيكون أليس. هيكون مين؟ أليس. How many throws did they all scored? All يعني هنجمعهم كلهم. هتجمعهم كلهم. يبقى 6 plus 10 plus 6 plus 3. عندك هنا 6 plus 6 equals 12. و 10 plus 3 equals 13. 12 plus 13 هتكون equals 25. equals الـ 25. ناخد كمان example. هنا طبعا جايب لك بقى الايس كريمز، وطبعا في كل الناس بتختلف عن الايس كريم، مثلا اللي بيحب الشوكليت وفي اللي بيحب الفانيلا وفي اللي بيحب الستروبري وهكذا. تعال كده نشوف الايس كريمز. طبعا سالوا بعض الطلاب وعملوا حاجه اسمها تصويت. تعال كده نشوف. هنا بيقول لي فليفر، فليفر دي يعني النكهه، يعني بطعم، يعني شوكليت وفانيلا وشوكليت شيب وكوكي دو وستروبري. تعالى كده نشوف الشوكولات. هنا طبعا كان جايب لك في المساله هنا 8 والفانيلا 7 والشوكليت شيب 13 والكوكي دو ب 8 والستروبري 5. طب هنا جاب لي هنا بول التيلي ماركس، هتطلع التيلي ماركس، هنعمل التيلي ماركس. ال 8 هنا نعمل لها ايه؟ 1 2 3 4 ونعمل ستيك اوف 5 كده، وبعد كده نعمل ايه؟ بعد ال 5 6 7 8. طب اللي عندك الفانيلا، الفانيليا 7 هيبقى 1 2 3 4 و5 وبعد كده بعد ال5 6 7. بعد كده عندك حاجه اسمها شوكليت شيب. شوكليت شيب يعني رقائق الشوكولاته، يعني ايس كريم فيه شوكولاته وفي ايه بعض قطع الشوكولاته، اما اللي فوق ديت بطعم الشوكولاته بس مش اكتر. طب تعالى كده نشوف هيبقوا لينا 13. يبقى احنا هنعمل ايه؟ دول كده على بعض كده ب5 وبعد كده برضو كده كمان 5، يبقى كده 10. 5 plus 5 equals 10. ناخد كمان بعد الكلام هيبقى هنا، نعمل هنا 3 ماركس 3. طب كوكي دو عجينه الكوكي هنا 8، فهنعمل هنا باكج كامله ب 5 وبعد ال 5 6 7 8. عندك بعد كده الستروبري 5، يبقى بنعملها كلها على بعضها كده 5 لوحدها. هنا جايب لك كي وقال لك هنا نمبر 1، هنا بيقول لك ايه؟ What two flavors did the students like the least؟ the least ذا ليست لسه قالها لك في المساله اللي فاتت، معنى كلمه ذا ليست الصغير او الاقل او النونو. ولكن من النكهتين الطعمين اللي بيكون الطلبه بيحبوهم اقل حاجه الطلبه بيحبوها ذا ليست. طبعا لو جيت تبص هنا هتلاقي عندك من الاقل هنا الفايف والسيفن. الفايف والسيفن، يبقى الفايف اللي هو ستروبري والسيفن اللي هو الفانيلا الفانيليا. طب هنا بيقول لي نمبر 2، هاو ماني ستودنتس فوتد فور ايزر كوكي dot or strawberry. How many يعني كم عدد الطلاب voted اللي صوتوا او مثلا اللي اختاروا for either كل من cookie dot or strawberry، اللي اختاروا الكوكي واللي اختاروا الستروبري. معنى كده انك هتجمع الاثنين دول. الكوكي هنا لو جيت تبص فوق في التيبل هتلاقي هنا 8، نكتب هنا 8 بلس، والستروبري عندك هنا 5، هنكتب برضه هنا 5، هتبقى 8 بلس 5 هيكون equals 13. 8 plus 5 هيكون equal to 13. طب number 3. How many more students voted for chocolate chip than vanilla؟ طبعا انت عندك برضو لساني من شوية كلمة more than. more than معناها minus. يبقى more than دي معناها ايه؟ معناها minus. عشان كده نحط هنا ايه؟ نحط هنا subtract. هنا بيقول لي chocolate و vanilla. الشوكليت هنا كام؟ 13، نكتب هنا 13. والفانيلا في التيبل هنا فوق مكتوب هنا 7، هيبقى 13 ماينس 7 هتكون ايكوالز، ها؟ تكون ايكوالز 6. طب نمبر 4، هاو ماني فوتس وير ذير ان اول؟ ان اول يعني كلها، هيبقى ايه؟ الكلها، هنعدهم كلهم. تعالى كده نشوف نجمعهم كلهم، نعملهم صم كده. طبعا انت عندك شبان 13 وال 7 الاثنين دول مع بعض بيديك 20. هنا 20 تمام. وعندك ال 8 with 8 equals 16، هيبقى 20 plus 16 وهيبقى الريميندر عندك هنا يكون ايه؟ 5. نكتب هنا 5، نعملهم سم مع بعض هيديك في الاخر الانسر هيكون 41، هيكون ايه؟ 41.